السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج اسمه اوبن شوت، ده برنامج ممتاز جدا في عمل مونتاج الفيديو. خلينا ندخل بعض اللقطات، تقول له امبورت فايل، ممكن تدخل صوت، ممكن تدخل صور، ممكن تدخل فيديو. يعني الفيديو ممكن تعمل فيديو من صور وتدخل عليهم اي ملف صوت، تمام. فهختار كده من الدي مثلا، تبدأ تختار الحاجة اللي انت عايزها. وليكن مثلا هخش على الموفي، هختار مثلا الفيلم دوت والفيلم دوت. طبعا الفيلمين دول طوال جدا، فانا هبدأ اقصرهم. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز هنا الديتيل فيو، ممكن تقول له انا عايز الخصائص بتاعته، انا عايز اقول له سبليت كليب. سبليت كليب يبقى هبدأ اقسم، اقول له مثلا عايز من اول دي الستارت بتاعتي، واقول له بعد كده دي الاند بتاعتي. خلاص يبقى انا كده حددت البداية والنهاية، واقول له كرييت، عمل له فيديو بالموضوع ده، تمام. اقول له اقفل ديت، وهاجي هنا واقول له برضو سبليت كليب، انا عايز الكليب بتاعي يبدأ من هنا وعايزه ينتهي هنا اهو، اقول له كرييت وهقفل. هبدأ اسحب الجزء دوت اهو، تمام. طيب وهبدأ اسحب دوت وابدأ احطه مثلا بالشكل دوت. طيب دي هنا ممكن تلاقي كل ملفات المشروع، دي حاجات الفيديو، دي حاجات الصوت، دي حاجات الصور، تقدر تسحبه زي ما انت عايز. نقدر نعمل حلقات انتقاليه بين المشهدين بالشكل دوت، نسحب اهو وتبدا بقى تشوف الحركه الانتقاليه بالشكل دوت من الفيديو لفيديو. تقدر تضيف مؤثرات زي ما انت عايز، ممكن تقول له افكت، تمام، وتقول له مثلا انا عايز يبقى فيه بلور شوية على الفيديو يخليه بالشكل دوت، تمام. ممكن تقول له انا عايز مثلا ويف، فتقدر تحط اي مؤثرات انت عايزها بالشكل دوت. طيب بعد ما تحط كل الحاجات اللي انت عايزها، تمام، تقدر تقول له انا عايز اصدر ده كفيديو، تقول له سبورت فيديو، وتبدأ بقى تشوف البروفايل انت عايز الفيديو ده ايه، تمام. انا امتدادات اللي انت هتشتغل عليه، MP4، AVI، MPEG، الكواليتي اللي انت عايزها، وعايز تسمي الملف ده ايه، والفولدر بتاعه فين، وتقول له اكسبورت، يروح مصدر لك الفيديو زي ما انت عايز. ده فيديو زي ما انت شايفين، برنامج محرر فيديو سهل جدا وبسيط وقوي. تقدر تمسك اي فيديو تبدأ تقطع فيه، تقدر تضيف صوت، يعني تقدر تعمل هنا تضيف ملف صوت وتسحبه وتحط تحت الفيديو، تقدر تحط اي صورة وتحطها بدل الفيديو زي ما انت عايز. يعني بتقول له امبورت وتدور على اي صورة، خلينا نخش كده بيكتشر، تمام. ممكن مثلا ناخد الصورة ديت، تمام اهي، تعال نقول له امبورت وندخل الصورة دي مثلا. الصورة دي تقدر تسحبها وتحطها هنا، وبعد كده تحدد مثلا هتقعد كم ثانية تظهر وهكذا. تقدر تيجي على الصورة وتكبرها بالشكل دوت، تمام، وتقدر تدوس عليها مرتين بحيث تجيلك الخصائص بتاعتها، يعني بروبرتيز. فتقدر تحدد الخصائص بتاعتها، هتقعد قد ايه، انيبل الفيديو، انيبل الصوت، الاند بتاعها، الفريم نمبر، كل الخصائص اللي انت عايزها تقدر تتحكم فيها للصوره ديت، تمام. تقدر تكبرها زي ما انت عايز، تقدر تحط مؤثر انتقالي لو انت حابب بالشكل دوت، تمام. وتقدر تحط على اساس يكون دخول الصوره بشكل مختلف شويه لو انت حابب،